السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين، أعظم خلقك وزينة عرشك ومداد كلماتك يا رب العالمين. أهلا بأعزائي مشاهدي ومتابعي قناة المزرعة البيتي على قناة اليوتيوب وعلى صفحة الفيسبوك. النهاردة بفضل الله بنقدم لحضراتكم عرض جديد من داخل مزرعة أستاذ أحمد بمحافظة بورسعيد. النهاردة بفضل الله العرض ده عرض أنية بيتكون من ذكور ونتي، ولكن مبدئيا اتمنى لحضراتكم ما تنسوش سكور ربنا وتصلوا على الحبيب محمد عليه الصلاه والسلام. ويلا بينا نبدا حلقتنا ونقول بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. النهارده بفضل الله زي ما ذكرت لحضراتكم العرض ده بمحافظه بورسعيد من استاذ احمد. النهارده بيقدم لحضراتكم 16 راس غنم برق حر عباره عن 12 ذكر واربعه نيتي، 12 ذكر واربعه نيتي، الاعمار 5 و6 شهور. حاجه بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك لصاحب النصيب. طبعا الغنم ده يا جماعه واخده جميع التحصينات اللازمه، وزي ما حضراتكم شايفين الغنم بتالف صبح وليل وانضف علف. طيب النهارده السعر انا شايف ان السعر مناسب جدا جدا للاسعار المعروضه اليومين دول، لان طبعا زي ما حضراتكم عارفين ان الاسعار عاليه جدا، ولكن العرض ده اقل منهم كمان. طيب اقل في السعر لكن الجوده ما شاء الله. النهارده بيعرض لحضراتكم العرض ده حبل واحد 5300 جنيه للرأس، 5300 جنيه للرأس. انا شايف ان السعر ده يا بلاش بالنسبة للغنم دي، يا بلاش، لان الاسعار دلوقتي بره بتعدي بمراحل. المهم النهارده بفضل الله زي ما قلت لكم 12 ذكر واربعة نيتي، اعمار 5 و6 شهور، غنم واخدة جميع التحصينات، 5300 حبل واحد. لو عايز قطاعي ب5500، القطاعي ب5500، حبل واحد على بعض ب5300. ربنا يبارك لصاحب النصيب. حضرتك تقدر تتواصل مع عزوز احمد عن طريق الواتساب او تليفوننا على رقم 012-802-422-82. هتلاقوا الرقم في اول الفيديو، تقدر تتواصلوا معايا عن طريق الواتس او تليفونيا. راجل محترم جدا ما بيتاخرش على اي حد. حاجه بسم الله ما شاء الله، وربنا يبارك لصاحب النصيب. اشوفكم ان شاء الله في عرض جديد على قناه المزرعه البيتي. كان معكم محمد مصطفى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.